لا مش أوجدناه، 3000. بجمع 10000 زائد 3000 تطلع معاي 13000 دينار. تمام. تاني شي طالب مني أوجد مقدار التخفيض. مقدار التخفيض حسب القانون بشكل مباشر سعر البيع مضروب بالنسبة المئوية. الآن سعر بيع 13000 ضرب نسبة المئوية معطيني إياها بالسؤال، لا التخفيض هي 35%. قال لي بأنه بحيث أنه في تخفيض على سعر الأجهزة المعروضة للبيع بنسبة 35%. باختصر بتطلع معي بالآخر عبارة عن 4550 دينار. آخر شي طالب مني سعر البيع خلال التنزيلات، هو عبارة عن سعر البيع قبل التنزيلات ناقص مقدار التخفيض. طب سعر البيع قبل التنزيلات عبارة عن 13000 ناقص مقدار التخفيض أوجدته من الفرع السابق هو عبارة عن 4550. بطرح بصفي معي عبارة عن سعر البيع خلال هذه التنزيلات 8450 دينار. تمام، بس هاي حل ورقة العمل. والله يعطيكم العافية.